بشارة بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل لنا من هذه البشارة أوفر الحظ والنصيب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، اجعل لنا من هذه البشارة أوفر الحظ والنصيب. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، لا إله إلا الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، وفي رواية ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. المجال مفتوح والفرصة مهيئة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، كل إنسان يتولى ولاية يعدل فيها يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الصنف الثاني: شاب نشأ في عبادة الله تعالى، تعلم العلم النافع، علم الشرع، استنار قلبه بالعلم النافع، الله أكبر، وعبد الله على بصيرة، حافظ لكتاب الله، حافظ محافظ على أوقاته، لا تضيع أوقاته سبهلة، لا، حافظ أوقاته بما يقربه من الله جل وعلا. شاب نشأ في عبادة الله تعالى، بار بوالديه، واصل لأرحامه، يحسن إلى الفقراء والمساكين. شاب نشأ في عبادة الله، إن سألت عنه في طريق في أوقات العبادة وإذا هو يبادر إليها، الله أكبر، فرضها ونفلها. شاب نشأ في عبادة الله تعالى. يا شباب يا شباب، الفرصة مهيئة والمجال مفتوح. الصنف الثالث: رجل قلبه معلق بالمساجد، ما شاء الله، ما يرتاح ولا يطمئن إلا في بيوت الله، الله أكبر، لأنه وصل إليه هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم أن قال صلى الله عليه وسلم: يقول لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعني التهجير إلى المساجد، التهجير يعني التبكير إلى المساجد. ووصل إليه أيضا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وصل إليه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رجل قلبه معلق بالمساجد، ما يرتاح ولا يطمئن ولا يهدى باله إلا في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الصنف الرابع: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وهذا شرح نفسه، ما يحتاج له بيان. نعم، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ما اجتمع على الخنا ولا على العار ولا الشنار، لا، اجتمع على ما يحبه الله ويرضاه وتفرق عليه. الخامس ويا له من خامس: رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، وفي رواية ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. يعني ما قال إني أخاف من الإدز ولا من الهربز ولا من الزهري ولا من السيلان ولا من الجرب ولا من الفخر. شفت هذه الأمراض كلها تحصل إذا انتشرت الفواحش في المجتمعات. اللهم احفظنا بحفظه يا أرحم الراحمين. الرجل
امرأة ذات حسن وجمال، وفي رواية ذات منصب وجمال، أغلقت الأبواب وأرخت الستور وطلبت منه أن يعمل بها جريمة. ماذا قال؟ قال إني أخاف الله. لا إله إلا الله. ولو أرخيت الستور ولو أغلقت الأبواب فالله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. حري بك يا من فتنت بمطالعة المواقع المحرمة، حري بك يا من ابتليت بمشاهدة الصور الخبيثة، حري بك أن تتذكر أن الله يراك، وابتعد عن هذه المصائب والمعايب. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا تظن أنك تغاب عن عين الله، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام قال يا محمد أخبرني عن عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا إله إلا الله. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. السادس، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ما يريد أن يقول الله فلان رخي، فلان سخي، فلان يعطي، لا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والصدقة صدقة السر تطفئ غضب الرب. فاحرص يا عبد الله ويا أمة الله، احرصوا على صدقة السر، واحرصوا أيضا على الأقارب. الأقارب، هناك أقارب فقراء مساكين، سأل الله أن يغنينا جميعا من فضله. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. السابع، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ما أحد يراه ولا أحد يسمعه إلا الله في مكان، إما أنه يقرأ القرآن ومرت به تلك الآيات العظيمة التي لو خوطبت بها صم الجبال لتصدعت من خشية الله، أو أنه ذكر الله، الله أكبر، فاضت عيناه، فاضت عيناه، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.